اليوم خرجنا للضواحي ديال دار بوعزه بالضبط من مدينه الرحمه في الرحبه باش نسولوا الناس الكسابه، لان المواطنين كيتشكاو بان يعني الاضحيه ديال العيد غاليه هذا العام. اش في النظر ديالك اش كيقولوا الناس بالنسبه لهذا السوق؟ البهيمه ما غاليهش، يعني ثمن مناسب. ثمن مناسب، ثمن مناسب. منين المرقد؟ سلعه ديال البروج وحنا دكاله. تحيه للناس ديال البروج وتحيه للناس دكاله. اي حنا دكاله وسلعه من البروج. من البروج جينا هنا في السوق. بالنسبه للسوق راه سوق عادي، سوق عادي بكل التواضع، عادي ما كاينش شي ثمن اللي هو واعر. الاسواق برا فيها الثمن. هذا البارك شحال هذا؟ هذا البارك اسيدي كنقولوا 52، وهاد الناس كيجيو عندنا 52 في الويفيو. ايه لا كتكوني كطبي ويفي هذا مثل ويفي. السلام عليكم. السلام. منين المرقد اخويا؟ قصب التادله. ومشرفين، تحيه للناس قصب التادله. اه قول لي، الناس كيتشكاو كيقول لك بان الاثمنه ديال هذا العام هذه مرتفعه. بارك كاين ديال 34 ديال كاين ديال 34 ديال 35 ديال 35 وديال اشخر كاين 40 كاين كاين 40. هاد البارك اللي شاد شحال داير؟ 30 زعما ثمن مناسب لي هذا. واه هذا سنا الحليب ولا سنا اللبن؟ سنا الزبده. سنا الزبده بكل التواضع. تحياتي ليك بكل التواضع. اليوم كنتواجدوا في واحد الرحبه يعني في ضواحي ديال دار بوعزه، هي بالضبط من مدينه الرحمه، ومعنا واحد الكساب غنسولوه على الاثمنه ديال الحولي واش مرتفعه ولا منخفضه كما كيقولوا المواطنين كيتشكاو بان هذا العام يعني الحواله غاليين. واخويا كله وثمن، كاينه 70 كاينه 80 كاينه 70 كاينه 80. هذا ديال 80 في الويفي. والله يعلم ما عرفتش شنو فيه. ما عرفتش شنو. 80 وصافي. 80 90 اخويا. اش من مرقد هذا؟ مرقد جمعة 90. جمعة 90، تحيه للناس جمعة 90. الله يحفظك. وقول لي الثمن ديال الحولي يعني دابا يعني ارخص حولي كاين عندكم؟ ارخص حولي كاين عندكم؟ يوم الحولي كاينه 70 كاينه 80 اليوم السوق شويه اخويا. يعني ارخص حولي عندكم هو 70؟ اه بكل تواضع. اه وماشي بزاف؟ لا ما بزافش. علاش؟ اش كنتي كتعلفوا؟ السوق اليوم اخويا. اش كنت ارويزه والدريا. اش كتعلف؟ ارويزه والدريا اخويا. هذا الدروا الشوكه. المهم شي المهم شي. انت كساب بعدا ولا شناق؟ اودي ما كساب ما شناق. ما كساب ما شناق انت. اش هاد الحولي؟ شانق على الحولي بكل التواضع. قول لي الاثمنه كي دايره؟ الناس كيتشكاو كيقول لك بان الاثمنه مرتفعه. اودي ما عرفت ولا ما عرفت. ها؟ شويه ديال صافي. هاد البارك شحال داير؟ 34. 34 في الويفي. راه فيه، راه لاصق لي في ودني. كتكوني كطبيب بكل التواضع. تاع اش من مرقد بعدا؟ ها بالجعد. بالجعد، تحيه للناس بالجعد بكل التواضع. فين غادي بعدا نمشي معاك؟ فين غادي انا؟ راه في كازا. باقي ما غادي والو. ما غادي حتى شي حاجه. ما غادي فين كاع؟ ما غادي حتى شي بلاصه. هزيتي شي حولي هاد الصباح ولا؟ ايه هزيت حواله ماشي غير حولي. يعني كاين اقبال؟ اي كاين. وبالنسبه للثمن كاش كيبان لك؟ والله يجعل شي بركه. الثمن مناسب. مناسب. ولكن شي ناس كيقول لك بان غالي. الله يحسن العوان اخويا، راه بنادم الله يحسن العوان، راه ماشي زعما كاين، راه كله وجهدوك والناس راه ضعيفه والناس راه وجهد. لا جهد الله بكل التواضع. هادشي اللي عطى الله. انت شريتي ولا باقي؟ شاري. شريتي بشحال شريتي؟ شريت 52. 52 تبارك الله. واش من مرقد شريتي؟ شريت اسيدي من سميت بابا هذيك. سميت بابا؟ كريان بابا علي بن عبيد. كريان بن عبيد. كريان بن عبيد بكل التواضع. تحياتي.